لكن قبل ما نتكلم على هذا الموضوع وبكل صراحة ووضوح وممكن حتى بكل وقاحة، لأني اليوم راح نكون شوية قبيح وقح، أستذكر مقولات كثيرة لكثير من شهداء الواجب الوطني أو شهداء العشرية الحمراء. أنا أتكلم على الفترة اللي عشتها وأنا شاهد فيها، لا أتكلم على فترة ثورة التحرير لأني ما نعرفهاش. كاين أسماء اللي أو كاين شخصيات إعلامية وفنية وثقافية اللي سجلت أسماءها بأحرف من ذهب نتيجة لمواقفها. هنا نذكر المرحوم طاهر جاوت، الكاتب والصحفي طاهر جاوت، اللي قال كلمة طبعا قاتل التاريخ: تكتب تموت، تسكت تموت، تكتب تموت، تصمت تموت، إذن أنا أكتب وأموت. لأنه هدوه إرهابيين في بداية فترة الإرهاب في التسعينات، هدوه بالقتل، قالوا له تحبس مزيش تكتب وإلا نقتلوك. قال لهم الموت فيها فيها، تكتب تموت، تسكت تموت. إذن قال لهم أنا نكتب، ولا كانت الموت جاية جاية دزوا معه. كتب فمات، لكن بقى في كتب التاريخ وبقى عند ما يسمى بنخبة المثقفين والإعلاميين في الجزائر أنه اسم طاهر جاوت معروف، وسبب موته هو أنه تشبث بحقه في الكتابة. ولو كان كاين في ذاك الفترة السمعي البصري، طاهر جاوت يتكلم ويدير ندوات ويدير محاضرات، وممكن راه عنده فيسبوك وراه ينشط وراه يعبر عن رأيه. إذا طاهر جاوت كتب فمات. نذكر نفس الشيء الفنان معطب الوناس. معطب الوناس كان مهدد بالموت، مهدد بالقتل من قبل جماعات إرهابية ومن قبل بعض خصومه من المتطرفين في الحركة البربرية. نعم، وهدوه أكثر من مرة بالموت، وكان يروح لفرنسا ويجي في لقاء نظن في تيافان ولا فلا دو، قناة فرنسية، وكان معاه الفنان شاب خالد، اللي كان شاب خالد هرب بعد مقتل الفنان المرحوم شاب حسني. شاب خالد هو وعدد من الفنانين هربوا، شاب خالد كان مقيم في فرنسا وقرر عدم العودة إلى الجزائر، ولم يعد إلى بعد سنوات طويلة باش يرجع للجزائر. معطوب الوناس لما كان يتحاور مع الصحفيين قال لهم أنه نعم أنا مهدد بالموت ولكن نرجع للجزائر. قالوا لك أنت يقتلوك عشرك راجع للجزائر، يعني في فرنسا. قال لهم لا، قال لهم أنا عندي معركة ضد هؤلاء الظلاميين، ضد هؤلاء الإرهابيين، وما لازمش نخلي الساحة، ما لازمش نخلي لهم الساحة وخليهم يمرحوا ويفرحوا ويزهوا وحدهم. لازم نواجهوهم، لازم نحاربوهم، لازم نكونوا وجه لوجه ضد هؤلاء القتلة، ضد هؤلاء المخربين، ولازم نقول كلمتي. كان قادر معطوب الوناس يقعد في فرنسا وعنده الحماية ومتهني مثله مثل كثير من الإعلاميين والفنانين والسياسيين حتى اللي اختاروا العيش في الخارج أثناء فترة الإرهاب، وكل واحد وظروفه. أنا ملومش، ما نقولش أنهم خانوا ولا لا، كل واحد وظروفه. كان اللي ما عندوش وين يرقد في فترة التسعينات، كان اللي ما عندوش دار شومبرا وين يرقد، ما عندوش القرح ولا دار لا دوار لا لا لا, لا حماية لا حد شيء، هرب. ونعرفهم، إذا ملوم حتى واحد، كل واحد وظروفه. لكن الفنان معطوب الوناس واجه قدره ومصيره ومات، بالرغم من أنه كان لديه إمكانيات أنه يبقى في فرنسا أو أي في أي دولة أوروبية وتحت حماية، ولكنه اختار العودة للجزائر ومواجهة قدره ومصيره مع الإرهابيين والقتلة والمتطرفين وقتلوه. نفس الشيء بالنسبة لي شاب حسني في وهران، نفس الشيء، زملاءه هربوا قالوا له هرب، قال لهم لا
انا وليد الشعب من منطقه شعبيه نظن من قومبيطه، قال لهم انا وليد منطقه شعبيه نموت اذا كان جات الموت نموت، وبالفعل قتلوه. وكثير بالاضافه الى السياسيين، بالاضافه الى الاعلاميين، بالاضافه طبعا الى العسكريين، وهذا لازم لهم يموتوا في ارض المعركه، ما يقدرش يهربوا. ما نتكلموش على الخونه اللي اختاروا انهم يهربوا وتعرفوهم، سواء سياسيين دبلوماسيين او اعلاميين او حتى عسكريين اللي خانوا وهربوا وراهم عايشين في الخارج لحد الان. اذا مواجهه المصير المحتوم علينا ضروره.